إذا ضاقت بك الأحوال يوما فتقبل واخذ الفرد العلي الصمد يا مداوي العباد هب لي دواء إن دائي بالقرب منك يطيب يا مداوي السقام داوي سرطاني إن سقمي قد حار فيه الطبيب ولا شرف الأكوان إلا جماله وما يقصد العشاق إلا سلاكم أيا قرة العين تالله إنني على عهدكم باق وفي الوصل الأحوال يوما فتقبل واخذ الفرد العلي الصمد يا مداوي العباد هب لي دواء إن دائي بالقرب منك يطيب يا مداوي السقام داوي سرطاني إن سقمي قد حار فيه الطبيب ولا شرف الأكوان إلا جماله وما يقصد العشاق إلا أيا قرة العيون تالله إن